السلام عليكم. النهاردة معانا مراجعة لجهاز تي في بوكس جديد، هو MXR Pro. في العلبة تلاقي جهاز التي في بوكس نفسه مع كابل HDMI، باور ادابتور، يوزر مانوال، وريموت كنترول. معالج الجهاز هو روكيت شيب 3328 ارم كورتكس A53، تردد 2 جيجا هرتز، كواد كور، معالج رسوميات مالي 450، 4 جيجا رامات DDR3، 32 جيجا ذاكرة داخلية. الجهاز عليه اندرويد 7.1 وسعره تقريبا $57. الجهاز مصنوع بالكامل من البلاستيك، روابط الشراء هتكون موجودة في وصف الفيديو. من فوق هنا في لوجو الجهاز، مفيش حاجة من قدام ولا من الشمال. من اليمين عندك مدخل كارت ذاكرة وثلاث مداخل USB، واحد منهم USB 3. من الخلف في مدخل USB اضافي، يبقى مجموع المداخل 4، بالإضافة لمدخل SDIF، مدخل AV، HDMI، Ethernet، ومدخل الباور. هوصل الجهاز بالتلفزيون وأبدأ بتسجيل الشاشة. دي البوت سكرين للجهاز، دي الشاشة الرئيسية. هيطلب منك اختيار اللغة وتعديل حجم الشاشة، ودي الشاشة الرئيسية للجهاز. للأسف ما فيش نافيجيشن بار ولا نوتيفيكيشن تاب. هنا على الشمال في لوجو الجهاز، وهنا في الأب كيلر، إعدادات الجهاز، معلومات الطقس والوقت، في مشغل الفيديو والموسيقى، كل البرامج اللي موجودة في الجهاز، وعندك اليوتيوب والبلاي ستور. تحت في شريط البرامج ممكن تعدل، تظهر أو تخفي أي برنامج. إعدادات الجهاز فيه عندك النتورك، ساوند، ديسبلاي، مفيهاش معلومات زيادة. بعد كده الابليكيشن، السكرين سيفر، التخزين وعدد ضبط المصنع. من ال 32 جيجا هتلاقي 26 جيجا بايت فري بس. للأسف مش ممكن تستخدم USB كذاكرة داخلية للجهاز. وهنا تقدر تعمل اعاده ضبط مصنع. اباوت فيها كل المعلومات الخاصه بالجهاز، اسم الجهاز ونسخه الاندرويد 7.1.2. عندك باقي الاعدادات زي الوقت والتاريخ، اللغه هتلاقي فيها كل اللغات بالاضافه للغه العربيه. ده اليوتيوب على الجهاز، والجوده القصوى 1080. برنامج كودي اللي جاي مع الجهاز هو اصدار 17.3. هنشغل بعض جودات الفيديو المختلفة عشان نختبر أداء الجهاز. هنبدأ بجودة 720. I want you to close your eyes and think of a memory that makes you happy. Now think of جودة 1080. Kind of nervous when I take tests. كواد اتش دي 1440. Tell me something. What do you know about Wakanda? واخيرا 4K 2160. كل الفيديوهات شغالة واداء الجهاز ممتاز. I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? تقدر توصل بالجهاز هارد ديسك خارجي. ده هارد ديسك 2 تيرا بايت شغال بدون اي مشاكل. اليو اس بي هاب شغال مع الجهاز، لو محتاج مداخل يو اس بي اكتر ممكن توصل بيه اي فلاش ميموري، وايرلس ماوس، او اي جهاز تاني. نتفليكس الجاي مع الجهاز شغال. Tutorial ones advisor to Cameron 2 PhDs from Chicago philosophy and history. نوصل لوقت الاختبار الالعاب. هنختبر لعبتين، هما ريل ريسينج 3 وديد تريجر 2. دي نتائج البنش مارك من انتوتو بنش مارك وجيك بنش مارك، والسكور يعتبر متوسط لحد ما. سرعة الرام والذاكرة الداخلية في القراءة والكتابة ممتاز جدا بالنسبة لجهاز تي في بوكس. دي قائمة بكل الأجهزة اللي اختبرناها، والجهاز في المركز ال 12. الجهاز جاي بروت مفتوح من المصنع. وبكده نوصل لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة.